بطنجة انطلاق أيام المهرجان الوطني للفيلم في دورته 24. تفاصيل العنوان، تفاصيل الخبر في روبورتاج كنا هناك شادة تي في من خلال الزميل عبد المالك العاقل، ونجز لنا الروبورتاج التالي. المهرجان الوطني للفيلم يعد تظاهرة سينمائية وطنية تكتسي طابعا فنيا وثقافيا، تهدف إلى التعريف بالسينما المغربية وتطويرها من خلال عرض آخر الإنتاجات السينمائية الوطنية ومناقشتها من لدن النقاد والمهنيين والمهتمين بالشأن السينمائي بالمملكة. وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة السينمائية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 26 من أكتوبر الجاري بتكريم الممثلين صفية الزياني ومحمد الشوبي اعترافا بعطائهما الفني والغني والمبدع طيلة مسيرتهما الفنية. وهو تكريم ديال كاع لي سينياست كاملين اللي كنعرفو، وتكريم ديال الناس اللي كيشتغلوا في السينما حقيقة، واللي كيحاولوا ما أمكن أنه يكونوا دائما ملتزمين بالعمل السينمائي وكيحاولوا يطوروه. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في مدينة طنجة بمناسبة افتتاح الدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في رحاب قصر الفنون والثقافة هذه المعلمة الثقافية والفنية التي نفخر بها جميعا، والتي تعد من أبرز الفضاءات الثقافية في بلادنا. لقد مثلت سنة 2024 منعطفا حاسما في مسيرة الإنجازات السينمائية ببلادنا، حيث شهدنا خلالها إطلاق مشروع 150 قاعة سينمائية، وهو مشروع طموح يسعى إلى إعادة تعزيز ارتباط المغاربة بالقاعات السينمائية ونشر ثقافة السينما بين كافة شرائح المجتمع. تحت تصفيقاتكم يجري تكريمها بالدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة. وسيقدم طبعا درع المهرجان الدرع التكريمي من طرف السيد عزيز البوجديني كتيب عام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم. لحظة للتاريخ بالنسبة للفنانة المتألقة صفية الزياني. أشكر الشكر الجزيل والامتنان والمحبة والتكبير، وآل قبلة وقبلة أطبعنا على زمن، كذلك أشكر كل من شاء وعقيده اليمنى لأجل هذه الأمسية الدافئة التي نسيمها كالصباح البارد. كذلك أشكر مدينة طنجة لهذه العتيدة لأنها من القلب وإلى القلب. ويعتبر المهرجان فضاء للقاء والحوار والتفاعل وتبادل الآراء بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية وصناع السينما وكافة المتدخلين في الشأن السينمائي بالمغرب من أجل تشخيص واقعها والبحث عن كيفيات تطويرها بغية مواكبتها للتطورات الوطنية والدولية في المجال. واللي كنتمنوا أنه المهرجان يزيد يستمر باش يبقى واحد النقطة اللي التقوا فيها المبدعين السينمائيين المغاربة، وإن شاء الله نتمنوا أنه يكون من الأشياء اللي تأسس على أساس أن السينما في المغرب تقدم أكثر باللقاء ديال الفنانين ديال المبدعين ديال تبادل الأفكار تبادل التجارب ما بيناتهم، وهذه
هذه نقطة مهمة كيتيح لنا المهرجان. تشكر عليه المنظمين المركز السينمائي ووزارة الثقافة اللي كيندموا هذا المهرجان، ونتمنى إن شاء الله أنه السينما ديالنا تطور أكثر وأكثر. افتخر اليوم عرس ما شاء الله، يعني احتفال رائع، احتفاليات رائعة يعني، وحفل افتتاح كان في المستوى المكرمين ايضا، خصوصا ماما فاطمة ماما صفية. كنتمناو الشفاء ان شاء الله العاجل، ومازلنا العطاء للشوبي. كنشكر يعني من هذا المنبر يعني الاعلام ما شاء الله اللي حاضر بقوه، وزارة الثقافة، سيد العمدة، المركز السينمائي المغربي، إدارة المهرجان، شكرا جزيلا على الدعوة. فتحية للقناة ديال نشدة تي في والقائمين عليها، بحكم انك تجمعني معهم صداقة، وشدة تي في يعني انا حاضرة لها من البدايات ديالها. وتحية من هذا المنبر للنساء القرى اللي كنشتغل معهم وكنشتغلوا مع بعضياتنا، لانه ولينا عائلة. عين زيتون للتنمية والثقافة. قلت لك الدورة 24 التكريم اللي فيها واحد التفاتة مهمة، صفية الزياني، سي محمد الشوبي، اللي كيستحقوا هذا التكريم، وحنا سعداء اننا نشوفهم على المنصة، وخصوصا بعد السن والله يعطيها صحتها وطول العمر صفية الزياني، يعني كبرات وهذا الاخير، شفناها ملي كنا كنشوفوها باقا صغيرة الى اخره، وشفنا الشوبي بعد الشفاء ديالو، نتمنى ليه ايضا الشفاء. الدوره 24 كتميز بواحد العدد ديال الافلام اللي انا مشارك في جوج منهم، واحد في فيلم مطول وفيلم قصير. كنتمنى ان هذه الدوره تكون متالقه وتكون متميزه على الدورات السابقه، ويكونوا لان واحد العدد ديال الشباب اللي هما مخرجين سيناريست الى اخره. فرحانه بزاف بالمشاركه ديالي في المهرجان السينمائي ديال طنجه، اللي انا كنعتبره من احسن المهرجانات اللي كاينين عندنا في المغرب. فرحانه لانني كنشارك في جوج ديال الاعمال اللي كينافسوا في المسابقه الرسميه. العمل ديال كمال كمال سميتو وحده الحب، اللي عنده واحد القصة جميلة جدا وتحمل واحد الرسالة رائعة، رسالة إنسانية جميلة جدا. كاين فيلم كذلك اللي مشاركة فيه اللي سميتو الوترة ديال الفنان دريس الروخ، واللي غادي تشوفوني فيه كذلك في واحد دور مختلف، وفنان يعني القصة أنا كنظن بأنها غادي تشد المشاهد بزاف، أن فيها واحد المزيج من الدراما والفكاهة والغناء. شكرا شكرا، ما بقيتش ما عندي ما نزيد، اجا هذا اللي خصني نزيد يزيد هالي. كنتواجدوا في افتتاح الدور 24 المهرجان الوطني للسينما، طبعا 24 سنه من السينما الوطنيه، فرحانين اننا نشوف افلام جديده اللي تصورت مؤخرا، افلام وثائقيه طويله قصيره، افلام الطلاب، دوره ان شاء الله غتكون ناجحه بحجم اللي ماستر كلاس اللي فيها، بحجم النجوم، وكذلك بحجم الافلام اللي كاينه. معكم جيهان كيداري، ممثله مغربيه. انا فرحانه بزاف بالتواجد ديالي في دور 24 المهرجان الوطني للفيلم طنجه. كنتسنى الافلام المشاركه، كنتسنى الطاولات المستديره، كنتسنى نشوف فنانين كيتكرموا، وهذه شي حاجه مفرحه لينا حنا كشباب فنانين المغرب، شي حاجه زوينه بزاف، حيت هما باقيين عايشين معنا، الله يطول في عمرهم، وكيشوفوا راسهم كيتكرموا، وكنفرحوا بهم وكيفرحوا براسهم، فهذه شي حاجه زوينه اكيد. ويشكل المهرجان فرصة أمام المهنيين والطلبة والباحثين في المجال السينمائي من أجل تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم لضمان استمرارية الصناعة السينمائية الوطنية عبر الأجيال، وفرصة كذلك للمهنيين من أجل اللقاء مع الجمهور العاشق للسينما المغربية. المهرجان الوطني للفيلم في دورته 24 الذي تتواصل فعاليته بقصر الفنون والثقافة بمدينة طنجة، يعد تظاهرة سينمائية وطنية يجتمع من خلالها رجال الثقافة والفن ونقاد السينما من أجل مناقشة مستقبل وقضايا السينما المغربية. عبد الملك العاقل، طنجة، شادا تيفي.